السلام عليكم، معاكم رامي داود. انا اول شيء بعتذر، العربي بتاعي يمكن يكون تعبان شويه، فياريت لو تحاولوا تفهموا وانا بقول في شنو. انا ما بحب اتكلم عن نفسي كثير، لكن ممكن تقولوا اني فنان ومغني وممثل او كاتب حتى. لكن عن نفسي انا بحب اقول اني انا انسان سوداني، وانا بفتخر جدا بالسودان وباهل السودان، ومتمسك بحضارتنا وتاريخنا اكثر من يمكن من اي شيء تاني. وانا اتولدت في اسكندريه في سنه 90، وبعد سنه 99 مشيت امريكا مع اهلي. ومهما اي مكان انا عشت فيه والناس اللي قابلتهم واشتغلت معاهم، انا برضو سوداني وبحكي لهم عن السودان وعن اهل السودان. يعني انا بفتكر انه الانسان لو ما عارف هو جاي من وين، ما حيكون عارف نفسه ماشي وين لقدام، وحيكون عايش في الدنيا كده تايه بدون هدف. فانا متمسك جدا بحضارتنا وتاريخنا وبلدنا الجميل واهله، واي حاجه عن السودان انا دائما بحب اوري الناس السودان ده شنو والسودانيين هم منه، وده هو اساس اعمالي الفنيه. فزي ما حكيت لكم، انا جيت امريكا سنه 99، وحكي لكم عن الغنى الاول عشان انا بديت اغني قبل ما امثل. كان عمري 12 سنه في المدرسه، انا متذكر صاحبي كان بيعمل الايقاع في الباب وانا بديت اغني، والناس اتلموا وعجبهم شديد شغلنا، فبمشيت عملت فرقه انا وهو وكم واحد تاني. وبعد طوالي خليت الغنى، خليته لمده 3 سنين كده، وبعد ما دخلت الثانوي بديت اغني واكتب تاني. لكن في الفترة دي اللي أنا خليت فيها الغنى، قريت كتير، قريت عن تاريخ السودان، عن حضارة كوش ومروي والحاجات الجميلة دي كلها، وبقى عندي كلام كتير نفس دار أسمع العالم، عشان في الغرب ما عندهم فكرة كاملة عن السودان، ما عارفين السودان ده هو شنو، ما عارفين إن إحنا جايين من أقدم حضارة في العالم كله في التاريخ. فبقى عندي قصة داير وصلها للعالم، عندي رسالة. مشيت رجعت لصاحبي تاني اللي هو كان معاي في الإعدادي، وعملنا فرقة اسمها The Ambassadors اللي معناها السفراء. وفي الفترة دي بديت تكسب شوية شهرة يعني، وبديت تعمل حفلات وكده. وفي 2010 جاتني فرصة أغني في مهرجانين في نيروبي كينيا. أخونا إيمان والجال من جنوب السودان، هو طبعا فنان معروف، كان عامل حفلتين هناك ومن أجل السلام، وسألني لو دار أمشي أشاركه ومشيت. أول واحدة كانت السوداني الصمت أو القمة السودانية، والتانية كانت اسمها الجادويد فيستيفال، وبرضو ظهرت في الفيديو بتاعه، فيديو كليب بتاع أغنية اسمها We Want Peace أو نحن نريد السلام، فيها أليشا كيز وجورجي كلوني وكوفي عنان. فالحمد لله دي كانت فرصة كبيرة جدا. بس الحاجة الغريبة انه سنة قبل ما امشي المهرجان في كينيا اغني غنيت، مشيت حفلة اغني في حفلة عندنا في المدينة بتاعت كانساس سيتي في امريكا، والناس ما عجبهم الكلام اللي كنت بقوله، يمكن ما كانوا عايزين يسمعوا عن السودان، وما كانوا يعني الموسيقى دي كل واحد عنده رأيه فيها. وانا بغني قفلوا لي الأغنية بتاعتي وشالوا مني الميكروفون. وفي ناس كتير لو حصل لهم حصل لي ده كانوا هيقولوا كده خلاص النهاية، حيشوف لهم اي شغلانة تانية واحلامهم كلها تكون خلاص انتهت. لكن الإنسان أنت لو داير تعمل، لو بتحب حاجة أي مجال أنت فيه، ولو أنت بتحلم بأنك تكون ناجح فيه، لازم تكون عارف أنه حيكون في على الأقل إنسان حيجيف قدامك. في نوعين من الناس أنت حتلاقيهم في حياتك، في مشوارك الفني أو أي مشوار أنت ماشي فيه في حياتك. في ناس انت حتلاقيهم اول نوع بيكونوا خايفين عليك، ناس بيحبوك، اهلك اصحابك ما عايزين يشوفوك بتفشل، فاحيانا حيقولك ما تمشي في المجال ده او اخذ طريق تاني. والنوع الثاني من الناس
دل بس ناس ما عايزين يشوفوا أي زول ناجح. انت حتلاقي الناس ديل، يمكن تلاقي نوع او النوعين في حياتك في مشوارك الفني او اي مجال انت فيه، لكن لازم لازم مهم جدا انك تفضل ماشي لقدام. عشان انا لو سمعت كلام الناس ديل ما كنت هكون بعد سنة بغني في مهرجان في كينيا، وبعد سنة كنت بصور فيصل هاجي غريب. لكن انت لازم تكون مصر وتكون تكون عندك ثقة في نفسك انك حتنجح وتفضل ماشي في المشوار بتاعك. اول مرة انا مثلت كان عمري 10 سنين في حلتنا، كان في برنامج بتاع اطفال بعد المدرسة، كنا بنمشي نحل الواجب وكده، وكان عنده مسرح وشاركت في المسرحيات اللي كانوا بيعملوها لناس الحلة وكده. وداني ما مثلت لحد اخر سنة في الثانوي، شاركت في المسرح الكلاس بتاع المسرح، واكتشفت انه انا بحب التمثيل شديد. والاستاذة قالت لي اسمع انت يعني عندك مستقبل في التمثيل، وانا مستعدة ادخلك في المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الجامعة، المستوى بتاع الجامعة في الكلاس ده. ومثلت لي عدد من الكاتبين زي شيكسبير وناس كتار تانين، وتخرجت من الثانوي سنة 2009. وبعد ده كنت طبعا بغني لسه، وكتبت عدد من الألبومز وسجلتهم. لحد سنة 2012 شفت إعلان لمخرج أمريكي متربي في تشاد وعاش في السودان وبيتكلم عربي أحسن مني ذاته، اسمه بنتلي براون، عمل إعلان لفيلم اسمه فيصل هاجي غريب أو فيصل جوز ويست. وفيلم بيحكي عن أسرة سودانية هاجرت لأمريكا وحياتهم وكده. ورسلت له قلت له اسمع، أنا حكت له عن نفسي، قلت له أنا رامي داود وكذا كذا كذا، وكنت عايز أشارك في الفيلم داود بجهة الغنى، كنت كان نفسي أخذت الأغاني بتاعتي في الساونتراك بس. فبنتلي قال لي اسمع، إحنا لسه الفيلم ده في البداية، ما جاهزين للغنى لكن بنفتش لممثلين. فجربت لي دور فيصل، والحمد لله فزت بدور البطولة دور فيصل. وأنا متذكر في أثناء التصوير كنا بنتكلم وبنتخيل الفيلم ده بعد ما ينتهي الناس حيقولوا شنو، رأيهم هيكون شنو. والفيلم ده نجح بصورة يعني ما في زول فينا كان متخيل الفيلم ده حيكون كده. وتعرض في عدد من الدول في العالم، في أمريكا، في لندن، في ميلان، في الهند، في السودان، وفزنا عدد من الجوائز برضو. وده نجاح كبير، لكن ما نجاح بالنسبة لي أنا بس أو لأي واحد كان شغال في الفيلم. الفيلم ده نجاح للسودانيين كلهم، ده أول فيلم سوداني أمريكي بيحكي عن حياة السودانيين برا السودان، وأدى العالم في الغرب صورة عن السودانيين هم ما كانوا شافوها قبل ده. وأنا بس يعني بحمد ربنا أني كنت جزء من العالم من العمل ده. إن شاء الله في الشهور الجاية كمان هتشوفوا فيلم جديد بطولتي أنا وكتابة وإخراج بنتلي براون برضو. وبديت أكتب في فيلم ما أقدر أقول أحكي عنه كثير، بس إن شاء الله تكونوا متابعيني وححكي لكم عنه شوية شوية. لكن بس يا ريت تكونوا عارفين أني المشوار ده ما سهل. يعني أنا سلي بغني وبمثل كله مع بعض حوالي أكتر من 10 سنين، لكن يعني واجهت صعوبات كثيرة زي ما قلت لكم. أنا في يعني في أول مرة أغني قدام الجمهور بتاع مدينتنا إحنا، وأخواني قاعدين وكده ويشيلوا مني الميكروفون، في صعوبات كتير حتواجهها، ممكن ما تكون نفس الحاجة اللي أنا شفتها. لكن أنت في مشوارك فني غير فني، أي عمل أنت شغال فيه لازم تكون متوقع وجاهز إنه حتواجهك صعوبات. ما في حاجة في الدنيا دي بتجيب السهل، بس لازم تكون مصر للنجاح، وتعمل لازم تعمل اللي انت اكتر انت بتقدر تعمل عليه
وتخلي الباقي لربنا. واخيرا عايز اقول شكرا للشعب السوداني, واقفين معايا من البداية من اول خطوة ما قصرتوا, وفريق تيد اكس واد مدني انتوا الشغل اللي عملتوه ده شغل رائع جدا, هو تعبانين وتستحقوا كل النجاح, ويا ريت اكون معاكم اتونس معاكم واتعرف عليكم, وان شاء الله بيحصل قريب. انتوا المثل الاول لاطفال السودان, وعشان احنا هنا طبعا في امريكا شغالين برا السودان وبنعمل علينا طبعا, لكن انتوا الابطال الحقيقيين, انتوا نمره واحد في السودان شغالين ومتفوقين دائما ان شاء الله. وعشان معلش اعتذر تاني, العربي بتاعي تعبان شوية, فمرات بيكون عندك احساس كده ما بتقدر تعبر عنه, ف it's nothing but love just to let you know in English sometimes I can you know say how I feel much better in English. So you guys are amazing group of people, and I thank you so much for honoring me. It's an honor in itself, and I wish nothing but success for TEDx Wad Medani. What you guys are doing is an amazing job, and God willing, I'll be with you soon, get to know you, all of you, and I wish you nothing but success in the future. Much love. Assalamu alaikum.